ليك مساء الخير عبر خبر عاجل، كنت اليوم بتعقدي مثل دائما يعني مش بس اليوم. خبرينا شو بتحب تقولي عن تحضيراتك. عرفنا انه عم بتحضري لكليبين مع سعيد المعروق، خبرينا شو هن الكليبين. ان شاء الله رح يكون في اغنيه بيني وبينه، في اغنيه ثانيه لسه ما عرفنا، ما يعني الموضوع لسه ما قررنا، يمكن نعمل سنجل جديد او يمكن ناخذ من البوم. واكيد عندي تحضيرات الالبوم الخليجي صار خالص على عيد الفطر ان شاء الله. حلو. تقريبا تعاونت هيك على السريع مع مين تعاونتوا؟ تعاونت يعني فيني اقول الشيخ صباح ناصر الصباح ككلمات، دكتور عبد الخبيزي، عندنا سمو الامير فيصل بن نواف الشعلان كشاعر. حلو. عندي خالد السبتان، عندي موزعين عمرو عبد العزيز، طارق عاكف، سيروس، هذول هلا هيك عم تذكر على السريع. وان شاء الله يا رب هيك بس يصدر الالبوم كمان يكون حلو. نعم. بالنسبه يصدر امتى؟ يعني ان شاء الله عيد الفطر اذا الله راد. ان شاء الله الكليبين حيكونوا تصويرهم لوكيشن بلبنان ببيروت. اكيد ان شاء الله حيكونوا ببيروت. اذا في شيء برا اكيد بنقول. الستوري بورد حبيت الستوري بورد الاول؟ صراحة في ستوري فرجانية سعيد كثير. أيه. حلو تقريبا هيك قصة على السريع. لا 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 لا, لا, لا. بس حيكون كله فرح. ختاما شو بتحب تقولي عبر الخبر عاجل لكل جمهوري؟ بكر كثير دور صبوحة قائمة كل أعمالي الجديدة، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن ظن. ثانك يو حبيبي.